المشاهدين متابعي قناة شوف تيفا، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا دوار الغفلة، يعني احنا كيف ما كتشوفوا مع المشاهدين الكرام، كيف ما كتشوفوا بعض البرارك وبعض يعني من الخلا شدات فيهم العافية، وتدخل رجال الوقاية المدنية، تدخل بطولة رجال الوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق. تواجد أيضا رجال الأمن مشكورين على المجهودات الجبارة، تدخل موجودين أيضا رجال القوات المساعدة، يعني موجودين أيضا السلطات المحلية مشكورين على الخدمات اللي كيقوموا بها ليل نهار. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا، هادو هما الكاميوات ديال رجال الوقاية المدنية. كما كتشوفوا هنايا فين شعل العافيه، الان تم السيطره على هذا الحريق وتم الاخماد ديالو. يعني تدخل بطولي من طرف رجال الوقايه المدنيه من اجل اخماد الحريق، مشكورين على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، يعني مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها رجال الوقاية المدنية ولا رجال الأمن ليل نهار من أجل راحة المواطنين. يعني كيف ما كتشوفوا معنا تدخل بطولي، كيف ما كتشوفوا معنا راهو رجل الوقاية المدنية مخشي وسط العافية وكيحاول يطفيها، فمشكور على الواجب المهني اللي كيقوم به. يعني الان تمت السيطره على هذا الحريق، الحمد لله، الحمد لله انه تمت السيطره على هذا الحريق. هذا دوار غفله كيتواجد منطقه يعني في طريق ديال الهراويين، ما بين الهراويين ومنطقه حي مولاي رشيد. هذا الدوار هذا كيتواجد ما بين منطقة حي مولاي رشيد والمنطقة ديال الهراويين. يعني كيف ما كتشوفوا معنا لازالت عمليه الاخماد مستمره، لانه كيف ما كتعرفوا كاينين بعض الاشياء اللي كتبقى شاعله فيهم العافيه، يعني واخا انه كتطفى ديك الساعه ولكن من بعد مرور الوقت كتعاود تشعل فيها العافيه. فمشكورين رجال الوقايه المدنيه كيحاولوا انهم يسيطروا على هذا الحريق بصفه نهائيه. يعني كيف ما كتشوفوا ها هو الدخان طالع، ما رجال الوقاية المدنية كيتواجدوا بعين المكان، مع تواجد أيضا رجال الأمن ورجال القوات المساعدة مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. يعني تواجد أيضا رجال السلطة المحلية بعين المكان. يعني الحمد لله ولله الحمد، ما كاينش خسائر في ارواح الحمد لله، وما كاينش اصابات فالحمد لله ولله الحمد.
يعني هذه المنطقة هذه مظلمة، داكشي علاش ما كيبانش مزيان، ما كاينش الضوء، لأننا جينا وسط الدوار، المنطقة بالضبط وسط الدوار ديال دوار الغفلة. يعني تواجد تقريبا 3 الكاميوات او 4 الكاميوات ديال رجال الوقاية المدنية من اجل اخماد الحريق، تواجد ايضا رجال الامن، تواجد السلطات المحلية، تواجد رجال القوات المساعدة، يعني مشكورين على العمل او المجهود. يعني كيف ما قلت لكم ها هي بعد ما تم السيطرة على الحريق، كاين بعض الاشياء اللي كتعاود تشعل فيهم العافية كيف ما لاحظتوا معنا الان، ها هي ديك المنطقة عاودت شعلت فيها العافية. كاينين مناطق واخا كتسيطر على العافيه فيهم كيكونوا بعض الاشياء اللي كيعاودوا يشعلوا العافيه كيف مشوا معنا في هذه المنطقه هذه اللي هي مع تواجد رجل الوقايه المدنيه. شوفوا مسكين فين طالع باش يطفي العافيه. يعني بالنسبة للناس اللي يلاه تحقوا بينا في هذا البيت، كنتواجدوا بالضبط دوار الغفلة. يعني بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش فين جا دوار الغفلة، دوار الغفلة كيتواجد يعني بالقرب من منطقة حي مولاي رشيد، ما بين منطقة حي مولاي رشيد ومنطقة الهراويين. يعني هذا دوار شعلات فيه هنايا العافية في هذا الخلا في بعض البرارك. فالحمد لله رجال الوقاية المدنية تدخلوا على وجه السرعة وتم إخماد الحريق، الآن كيتم السيطرة عليه. يعني باقيين بعض الأماكن اللي شعل فيهم العافية، ولكن كيتم السيطرة على الحريق. مشكورين رجال الوقاية المدنية، ومشكورين أيضا رجال الأمن، ومشكورين أيضا رجال السلطات المحلية على المجهودات اللي قاموا بها في الأثناء هذا. هادشي بالضبط مدينة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، شوفوا رجال الوقاية المدنية فين طالعين، تبارك الله عليهم. إذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على الأمان، نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.